بدي تعليقك على مشاركتك بلويال. وأنا كل المناصب اللي تخليتها يمكن أكثر منصب يرضي كبريائي هو رئيس مجلس إدارة أمناء لوياك، رغم أني اعترضت لأن ما كان عندي وقت. لوياك تمثل يعني ضمير الشباب، واللي قاعد تعملها فارعة مع زملائها يعني غير مسبوق في العالم العربي، مو فقط بالكويت. عملية مفيدة للشباب، إنسانية، شيء راقي. يعني أنا أعتقد It's upgrading إلى كل المناصب اللي تخلتها، لأن فيها إنسانية وفيها دعم للشباب وفيها، رغم أني أنا غير يعني ماني قادر أعطيها وقتي، بس لوياك شيء جميل، وواحد يتشرف أنه يترأس هالمؤسسة العظيمة.